زحمة أمام مقر البريد التونسي بصفاقس، لا لأجل استخلاص الفواتير أو الحصول على الرواتب، وإنما لأجل احتجاج من الأضراب الذي نفذه أعوان البريد التونسي المتواصل اليوم الرابع. احتجاج عبر من خلاله المواطنون عن استيائهم بعد أن بلغ السيل الزبا. عندي المطلب هذا متاع ريكريتمون آخر أجل متاع الطابع اليوم. ثلاثة أيام واليوم الرابع أني نمشي ونجي على البوسة، جاي من بعد 60 كيلومتر، جيت من بير علي 60 كيلومتر لهنا في بالي، قلت صفاقس تخدم، لقينا ما تخدمش. كل عاد مانيش عارف يعني شنو هو باش نعمل. عندنا جوابات اللي نحب نصبوها ما لقيناش حتى بوصه. فدني يا خويا فدني البلاصه اللي تسك ما كان يحفزها ما عادش نعمل حتى شيء. فالمزيه امورك من ربي، فدني حلنا مشاكلنا خلينا نصبوا جوابات نتاعنا وندخلوا نخدموا ارواحنا. فدني مش معقول روح على البلاد ما عندها غرقت. انا عندي ماندا نحب ناخذها توا اربع ايام وانا ماشي جايه. يا خويا حاجتي بيهم، حاجتي بيهم، انا ناكل بيهم ونشرب بيهم هذوما. ما يجيش هكاك، ما يجيش، يحسوا بالعباد، يحسوا بالعباد. اش دخلني انا في الاضراب؟ تضرب انت نهار نهارين يضربوا، علاش هكا؟ يعملوا على الاقل، على الاقل زوز مواطنين يخدموا الشعب والاخرين يضربوا ما يسالش. والحكومه تشوف لنا حل، والحكومه تشوف لنا حل كيما قالت هكا. شنو هكا هذا؟ شنو هي الفوضى في البلاد هذيا؟ شنو هي الفوضى؟ ما يجيش، ما يجيش، ما يجيش. ثم 50,000 طريقه، 50,000 طريقه، مش تضرب كيما كي تقتل العباد بالشر، تقتل العباد ملكو هو، ملكو، ملكو عمومي راهو، ملكو عمومي. تو اربع ايام انا بنتي باش تموت، اقسم بدي لا باش تموت، لقيت باش تنزى. اي وبعد هاك ضربت انت قتلت العباد كيما كي هما يضربوا في شريط حرام هكاك. الدواء حلال ولا حرام زعما؟ ها عليه يحبوا حطموا البيت بالسيفه. يا خويا نحب البوسطه تتحل. ثم اللي عنده مرته باش تولد، ثم اللي عنده عرس، ثم اللي عنده ميت، ثم اللي عنده فضيحه. عليه عليه رسول الله، عليه عليه. اربع ايام، اربع ايام اما مكين ومسكرين ويضحكوا علينا وتطل علينا من فوق بالسطح ويسمعوا فينا في الكلام. عليه يصبوا علينا في الماء. عليه عليه عليه. بوسطه مسكر اربع ايام، مواطنين ميتين بالشر في الشيلي. عليه عليه. مش حرام بعد الثوره؟ علاش ما نعملوش معنا طريقه حضاريه؟ انت ما تحب تتضرب اعمل شارع حمراء. ترانا دول متقدمه، ما احناش دول متخلفه. احنا الناس ما قد ما تاكل ما ضربتش. تو انت عندك شهريه وتصوروا لاباس عليكم راهو جماعه البوسطه، ويتبع لي في اضراب ونهارين ولا شنو رويق فرق. النقابه الاساسيه للبريد بصفاقس رات ان الاضراب قد يعلق بعد مفاوضات بينها وبين السلطه المعنيه لتعود الحركه الخدماتيه البريديه لطبيعتها، لكن بامكان الاضراب ان يتجدد في الايام القليله القادمه دائما لاجل المطالب. والله احنا شاعرين بالقيمة هذية وعاذرين المواطن في عدم تلبية الخدمات متاعه، وهذا مش احنا المسؤولين عليه في الحقيقة. هو احنا معناها حاورنا وقمنا ولكن معناها بدون نتيجة. احنا طلبنا وحذرنا من مغبة الخصم من الرتب، هذا مخالف للقوانين جاري بها العمل، ولا حق مقتسب في عدم الخصم. اش معناها يستغنوا معناها يقصوا كان على القطاع البريد؟ والاضراب المقبل ماشي يوقع تنفيذه يوم 25 جوان، ثلاثة ايام متواليه. ليش؟ باش نلقاو حلول لمطالبنا. واز ما طلب هو موضوع الخصم هذا، لان البرقيه تنص لهذا. برقيه اللي صدرت فرد نهار، برقيه متاع اضراب وبرقيه احتجاج على اساس ان الاعوان قاموا بواجبهم باش يدافعوا على حقهم وحق منظمتهم. الاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس أكد على مشروعية هذا الإضراب، خاصة بعد خصم يومي إضراب 29 و30 مايو الفارط من أجور البريديين. تفاجأنا أن وقع خصم الأيام هذه. هكا علاش قاموا باحتجاجات؟ والاحتجاجات راهي منصوص عليها في برقية موجهة رئيس الجمهورية الحكومة ووزير التكنولوجيا والمعلومات بالاتصال ووزير الشؤون الاجتماعية والرئيس مدير عام للبريد التونسي والبريد التونسي. قالوا له راك النهارين 29 30 ما تخصمهمش. بقى خصم الاتحاد اعطاهم فرصة باش يتحركوا تحرك وتحركوا، ونتمنى ان شاء الله تقعد جلسة باش نفضوا المشكلة هذه. إضراب لأجل تسوية الوضعية المادية والاجتماعية والمهنية للبريديين على حساب المواطن الذي لا ناقة له ولا جمل في هذا الإضراب، قد يحل مشكل المهنيين في القطاع ويسبب تعطيل مصالح المواطنين.